ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه اي 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 سوي في الوضعية ونعلي في الكاليتي دلة تشعل فيا وما عنده جبريكي قلبي مهبي محير حبي والعيشة هيبي اي 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 سويري هواي والدينار طاي العين انكاد اي وشطحة فورتنايت اطلبني غدوة الحياة مهبلهم في الحياة سالو سالو مرحبا بكم الناس كل في راديو ويب شباب المرسى تسمعونا برنامجكم سوجي اور سوجي تتفرجوا فينا على اليوتيوب انستغرام تيك توك فيسبوك انا المقدم محمد امين حامي عمري 16 سنة نلقاو معايا في الحصة محمد منصور جابر 17 سنة رامي بوذيف 19 سنة هذا برنامج كل مرة باش يتطرق الموضوع مهم في حياة أي تونسي والتوانسة الكل قبل ما نتعديو الموضوع الحصة الأولى نخليكم مع غناية مع فصل غنائي بنتي رمان غناية ليك من صوري حوص لبرور في الغربة عديت أيامي درت البلدان كل مخمور نشوف في خيالك في منامي شوف في ذياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من دمعاتك بنا وقصور ونسى وحوالك وحوالي نرجع لك رجعناكم بعد الفصل الغنائي واليوم باش نحكيو على مشكلة تخص الفئات العمرية الكل في تونس وتشكل 80% من مشاكل أي مواطن واللي هي وسائل النقل يا حبيبي وما أدرك ما وسائل النقل المشاكل اللي تصير فيه بين دز ولز ووقت مخر ويجا منا ويجا من غادي والكار ما جاتش في الوقت وكل حكيت بكم الكل معنا في البرنامج الخو رامي والخو منصور باش يحكيولنا على معاناتهم في وسائل النقل مش يحكيونا على طرائفهم زيادة كان عندهم في وسائل النقل اما قبل كل شيء ما تنسيوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنتر احكيولنا فيه في الحصة الجاية تحبوا شنو الموضوع اللي تحبوا يكون بالله يا سي منصور اعطينا كان عندك طرفة صارت لك في وسائل النقل والله ايش باش نقول لك منهم مرة طلع في الترا ديزني وندزك ما فما حتى ديسبلين حتى نظام نقطة نظام ما فماش طب صلي على النبي معناها تراي هزك مو احنا 200 تلقى فيها 450 عادي جدا 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 هذه بالرسمي نتصورها واحدة من المشاكل اللي لازم يلقاو لها حل تراي هز 200 ما تبيعش اكثر من 200 تذكره اصلا هما قاعدين يرسكيو معناها انت اصلا ماكش قاعد تبيع في العدد المناسب وعليش سؤال يطرح نفسه رامي عليش حسب رايك العبيد ماهيش قاعده تخلص وقاعده ترسكي خاطر ما فماش دي كونترولور اول حاجه الكونترولور فاصلين حياتهم كامله والعبيد ما همش معناها سيفيليزي بالقديم ما همش معناها ما كلمه المواطنه ما عادش موجوده معناها ولا انا نشوف زيد على خاطر عارفين مش قاعد يحس في انه الفلوس اللي قاعد يدفع عليهم الفلوس اللي قاعد يدفع فيهم مش قاعد يحس فيهم اللي هو
قاعدين ماشيين في بلاصتهم. علاش تقول سي منصور؟ هو مش هكاك خاطر كيفاش فسر لك خويا ما يلقاوش حاجه يدفع عليها فلوس. معناها انا كيعطي 500 نحب انا كيعطيتك فلوس وعطيتك حاجه اعطيني خدمه نظيفه ما تعطينيش معناها نقعد بالسيف. معناها انا جيتك بفلوس معناها ما تخلينيش في دز ولز وفهمتني. زيادة معناها نجم نقولوا اللي بلوز وموا معناها الشوفور والا الكونترولور والا اللي بيع في التسكر ما هيش غلطه، هو عنده شكون فوقه معناها ما هيش هو اللي قاعد يختار. ولا شتقول سيرام؟ هو ما تنسيش حاجة أخرى، معناها راهو الأسوام تاع التسكر مثلا في تونس أسوام رمزية، معناها رمزية علخ. كان نجي نشوفه معناها تسكر في الأوروب تاخو مناش كما نقولوا باري فست باري دو من بلاصة بلاصة دو زرو اللي هي دو زرو فوالا اللي هي من بلاصة معناها قراب لبعضهم، لأن هي 500 فرنك باش تهزك مثلا من الكرام من المارس 800 في الصيف فوالا معناها وتغلى في الصيف بيان سور خاطر يكثروا العباد. اي لوجيك معناها توريزم وكلاكيت هذوك من الكل. لوجيك لوجيك على الاخر. بلي منصور اش قولك في ترونسبور في حياة التلميذ؟ معاناة معاناة كبيرة بالنسبة للتلميذ. يعمل عليه روتار، طفل يمشي يقرا ما يرقاش، قول له ما تقراش، وفروا لنا حاجه ليه وفروا لنا حاجه معناها هو مش ما تجي روتار ولا لا، حتى معناها كان تمشي روتار ولا ترانسفير له معناها معناها اكسيدون فاز هكا ولا نقل جماعي ولا كار اكسيتيرا، كي توصل حتى مؤخر ما يخليوكش تدخل، هذيك حاجه اخرى. ما عنديش حاجه تثبت لي كلامنا صحيح، على خاطر مثلا انا واحد من الناس كي يجي عليا روتار ترا نمشي للي دار نقول له معطيوني بيه راهو مش غلطي راهو معناها تراه اللي جاي روتار. قول لي شكون يثبت لي كلامك؟ ولا عليه خارج مؤخر من داركم، ولا عليه خارج مؤخر من داركم، ولا هكا الحكايات هذوك من الكل معناها اللي هما لوجيك على الاخر انه يسالوهم. رامي شنو تفضل احسن مويان دو ترونسبور تشوفه في تونس؟ في تونس احسن مويان دو ترونسبور هو الحقيقه ما فماش احسن مويان دو ترونسبور، خاطر سا ديبون انتي والبلاصه، مش كيما المدينه كيما الريف مش نفس الحكايه. ما نجمش نقول لك احسن مويان، بار كونتر انا بالنسبه ليا معناها بليس كن ديما ندور زون سيدي بوسعيد مرسى كرم، دونك نقول تي جي احسن حكايه. وانت منصور؟ بالنسبه لي انا التاكسي اسهل. و جبت لنا التاكسيات والفينومين تاع التاكسيات، نمشي والفصل غنائي مع بلتي ونرجع لكم باش نحكي على التاكسيات. دنيا توترت السكرة وما حبيت نصحى من الثملة، مشتت كل مرة فكرة وبينت كلها ملا هملا، محلاها الدنيا كي تنفنف ومرت نفلم على جملة، حبش تعمل بيا ما نتف انا كي السرر والنولة، قولو لولو قولا للا ديما ماشي وديما للا، لا عدبوسة ولا عطلة انتو ما لعملتو زعلة، ويا دادا هيا دادي نحب نفرح كيف ندادي، ديما دودة وديما ندادي اعطوني زادي وزوادي. شوف الدنيا حلوة أنا آدم يا بنادم التوى ما فهمت أني حوا، مرة نحبك مرة ليلة يقوي سعدك توا توا، باش نرضيها شقليلة وراسي وجعني متوا، قولو لولو قولا للا ديما ماشي وديما للا، لا عدبوسة ولا عطلة انتو ما لعملتو زعلة، ويا دادا هيا دادي نحب نفرح كيف ندادي، ديما دودة وديما ندادي اعطوني زادي وزوادي، وانا اللي قلبي في حالة وراسي في حالة حليلة، حبوا يجروني بالبالة ويبيعوني شينا بلا، قتلوني بالقل والقالة يحبوا علخنا نواقيلة، عطيتو صحي نهز شقالة تعطوني لكارة.